وقال لك خلاص احنا هنهرر هلايب وشلاتين، هلايب وشلاتين هترجع سوداني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده معاكم هاني. اتمنى يا رب لاول مره يشوفنا يعمل سبسكرايب واللايك والشير، واللي متعود ان هو يشوفنا ومتابعنا ربنا يصبره علينا ويكمل معانا لاخر الحلقه. بشكر جميع المشتركين، طبعا داخلين على 45,000 مشترك، الف شكر ليكم. قبل كل ده نصلي على رسول الله، وقبل ما نسمع حلقتنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدايه انا احب انوه بس ان الحلقه دي معموله او كلامي عن الاخوه السودانيين بعيد كل البعد عن ان احنا نبقى في ضدهم في وجودهم في مصر، لكن وجودهم بقى اصبح شيء مؤثر جدا بالسلب. فالفيديو ده غرضه ان احنا ننوه على اخواتنا السودانيين، مش كده؟ راعوا كرم الضيافه، راعوا احترامنا ليكم، راعوا واجبنا معاكم، راعوا ان احنا شايلينكم فوق رؤوسنا واكلين نايمين قاعدين شاربين معانا، مفيش اي مشاكل، المشاكل انتوا اللي بتعملوها. نتكلم بدايه كده عن الفيديو اللي قبل كده اللي كنت عملته ونوهت فيه ان الحلاق اللي هو عمل خريطه، محتوى الخريطه بيشمل حلايب وشلاتين، عايزين ياخدوا حلايب وشلاتين. يعني هو للاسف بدايه كده ناس ارضها بيتعمل فيها اللي ما يتعملش، ناس اتقسمت جنوب وشمال، باعوا تلت السودان للجنوب، دي مش مشكلتنا، دي مشكلتهم. لكن مشكلتنا فين؟ ان هم بييجوا يتطاولوا علينا، واسلوبهم بقى مش ظريف في التعامل معنا، ودي حاجه طبعا تحزننا جدا، كون ان احنا اخوه يتعاملوا معانا بالشكل ده. تعالوا مع بعض، وده اساس الفيديو النهارده اللي عايزين نتكلم عنه. اخ سوداني راجل محترم جدا زي كتير قوي منه موجودين في مصر، بينتقد تعامل السودانيين واسلوبهم اللي قاعدين في مصر وطريقتهم معانا واسلوبهم معانا. تعالوا نشوف الراجل بيتكلم بمنتهى المصداقيه عن الموضوع بتاع الخريطه اللي حطها الحلاق ده على يافطه على المحل، وبيتكلم على المدارس اللي بدات تشيل العلم المصري، المدارس السودانيه الموجوده في مصر اللي تم انشائها بتشيل العلم المصري وبتحط العلم السوداني. غير سوداني كمان اشترى محل في مصر وكتب عليه ممنوع دخول المصريين. المحل الاخير ده او الحكايه الاخيره دي العهده على الراوي، الله اعلم من صدق كلامه، لكن هو اللي بيقول. تعالوا مع بعض نسمع ونشوف هو بيقول ايه ونرجع لحضراتكم. لكن في جزء من الشعب السوداني ما قاعدين يلتزموا بالضوابط والشروط بتاعت الدوله اللي هم مقيمين فيها. والله بجد كلام الراجل ده محترم بجد، يعني شوف هو بيقول لك، هو اللي بيقول لازم في ضوابط لازم نلتزم بيها حاططها الشعب المصري، احنا ما قعدناكمش في خيام يا جماعه، احنا قعدتكم وسطينا. النهارده كان بيصلي معايا في صلاه الجمعه سودانيين عادي جدا، ما فيش اي مشاكل، ناس محترمه ومهذبه جدا. لكن في بعض الناس اللي بتستغل المواقف ده، زي كافيه زول برضو كان من 6 سنين لما كان الجنيه السوداني بيساوي 3 جنيه مصري. انتوا متخيلين؟ شوفوا تعامله كان بيتعالى ازاي على المصريين، بيتعالى على المصريين واسلوب وهتناوله برضه ضمن الحاله. تعال نشوف الاخ السوداني او الزول السوداني زي ما هم بيقولوا بيقول ايه ونرجع تاني. السوداني طلع من السودان مشى مصر، فتح له دكان، وكتب في الدكان يا جماعه ممنوع دخول المصريين، دخول السودانيين فقط. يعني هو خلى بلده وجل الناس في بلده مديرة انصر عليهم. طبعا هو مفتكر انه الكلام ده ما بصل الى السلطات النظاميه. يعني شفتوا الوقاحه وصلت لحد فين؟ ممنوع دخول المصريين على ارض مصريه، على محل مصري، على كل حاجه مصريه، انت الوحيد الغريب فينا، لكن برضه بنعاملك كاخ، لكن الاسلوب بقاش محل. ربنا يكون في عون الناس اللي بدات في فيصل والهرم بالذات، فيصل والهرم يا جماعه موضوع خطير جدا، ازدياد فظيع جدا للاخوه السودانيين، طبعا كل التجمع بيبقى خطر. نكمل مع بعض الراجل السوداني بيقول ايه ونرجع تاني لحضراتكم. انتوا جايين لناس في بلدهم ما دايرين تحترموا عاداتهم وتقاليدهم ولا دايرين تلتزموا، في مدرسه سودانيه، المدرسه السودانيه دي يا جماعه نزلت العلم بتاع مصر ورفعت علم السودان، والمدرسه هي داخل مصر يا جماعه. يعني بكل صراحه انا بشوف الكلام ده غير منطقي يا جماعه، الكلام ده ما في زول بيتقبله. بعد ما شفنا والله كلام الراجل ده كلام محترم ومقدر جدا مننا، وبدليل من جايبه النهارده في الفيديو، وزي ما هجيب برضو ناس سلبيين، ناس ما ينفعش ان هم يتعاملوا مع مصر بالاسلوب ده، الراجل اللي هو صاحب قناه كافيه زول اللي كان بيتكلم على المصريين بالشكل الوقح ده. نشوف. نبدا من اول نقطه اللي انتوا جرفتونا بيها،
اللي هي اصلا سبب الوساخه حقتكم وقله ادبكم دي. قول لك كنا حاكمينكم، ده انتوا كنتوا تحتنا، متين كنتوا حاكميننا انتوا يا اخي؟ احنا بنشبهكم. شفتوا اسلوبه مستفز ازاي؟ يعني هو كتله استفزاز بصراحه. ده يا بنا احب انوه الفيديو ده كان من 6 سنين لما كان الجنيه السوداني ب 3 جنيه مصري. انا عايز اقول برضو الاخ السوداني فيهم طبع غريب، لما ربنا يكرمهم والفلوس تجري في ايديهم بيبقوا ليهم طبع تاني خالص واسلوب تاني مختلف. نشوف قال ايه ونكمل ونرجع تاني. من ايامكم انتوا بتتآمروا على السودان، محروقين من السودانكية. طبعا مصر مذكورة في القرآن، مصر. المشكلة ان انت مش قادر تفهم ان ربنا يعني قدر مصر في القرآن، مش ذكرها كده وخلاص. لكن انا مش عايز اخش في جدال معاك، هو منتهي اصلا. نكمل مع بعض ونشوف بيقول ايه تاني. مصر ربنا ذكرها في القرآن، على فكرة اسم القرآن وش ما القرآن؟ وبعدين يعني شنو يعني؟ يا اخي الكلب مذكور في القرآن يا الحمار مذكور في القرآن. طيب انا اسيب لكم التعليق عليه بقى وانتوا تتعاملوا معاه وتتكلموا معاه. انا مش هتكلم مع الراجل ده اصلا، ان هو لا يستحق الاحترام ولا يستحق التقدير، يستحق ان احنا نلوم عليه او نعد. تاني مرة لما كان معاهم فلوس كان بيتعامل كده، بيقول احنا مش شبهكم. سبحان الله، انتوا دلوقتي موجودين في وسطنا، انا مش عارف وضعك ايه دلوقتي لما كام مليون سوداني عايشين في وسطنا وانت بتقول ان احنا لما كان معاكم فلوس يا سودانيين كنتوا تقولوا ان احنا مش شبهكم. طب ادينا يا سيدي بقينا شبهكم، ولا انتوا بقيتوا شبهنا؟ ده انتوا عايشين في خيرنا، قاعدين في احضننا، عيب عيب. نختشي شويه بجد والله، زودتوها قوي قوي بشكل بقى مستفز. على الجانب الثاني تعالوا نشوف مصري بيتكلم على الاخوه السودانيين لما راح يشتغل في السعوديه، وكان الشركه كلها سودانيه، فكان السكن بتاعه مع اخوه سودانيين. شوفوا عملوا ازاي وتعاملوا معاه ازاي. شوف برضه انا عايز اقول لكم كل شعب وفيه نماذج وفيه نماذج، لكن النماذج المحترم لازم ننوع عنها ونشيلها فوق دماغنا. النماذج الغير محترمه تاخد فوق دماغها. ليه تاخد في دماغها؟ لان في ناس كده لما تسكت لها تزيد تزيد تزيد، فلازم تديها فوق دماغها، لازم تلبها، لازم توقفها عند حدها، لازم تديها حجمها. فده الكلام المنطقي واللي كلنا عارفينه. تعالوا مع بعض نشوف الاخ النصر بيحكي ايه عن السودانيين وبيتكلم عنهم ازاي وازاي وجبه معاه في السعوديه لما كان بيشتغل في شركه سودانيه. نشوف نحن اللي حصلت لي هنا في السعوديه. اول ما جيت السعوديه كنت شغال في شركه، ومن حظ الحلو ان الشركه كلها كانت سودانيين، يعني الشركه كلها اللي انا كنت شغال فيها مهندسين كلها سودانيين. فلما رحت اسكن معاهم طبعا كل اللي انا معاهم سودانيين الله يمسهم بالخير كلهم، فجيت عشان اشارك معاهم في الاكل واشارك معاهم في الامور ديت، فرفضوا ياخدوا مني فلوس. قالوا لي استحاله يا زول، عليك الله ما انت دافع يا زول، وصراحه ما خلونيش ادفع ريال واحد. شيء جميل جدا، هو ده اللي احنا مستنيينه، هي دي النماذج اللي احنا عايزينها. شوف هم اقرموا مصر ازاي، واحد بس لما راح لهم في شركه سودانيه اكرمه. احنا يا اخي بنكرم بعد فضل ربنا ومعاونة ربنا ومساعدة ربنا وكرم من الخالق، ان احنا بنقدر نساعدكم على قد ما نقدر. فما يجيش حد يتنطط علينا، ما يجيش حد يتعامل معانا باسلوب مش مهذب. عيب الاخ السودانيين، انتوا في مصر والله والله انتوا فوق دماغنا طالما ومستحملينكم، طالما قاعدين بادبكم وباخلاقكم. اي حد هيتنطط على اي مصري لازم يتلب بالادب، مش لازم يتلب، لازم يترد عليه زي ما احنا بنرد عليه، كلام قصاد كلام. ما ينفعش ان احنا نتعامل غير كده، لازم نعملهم بالحسنى ولازم نفهمهم. لكن اللي هيتطور على مصر وعلى المصريين ما ينفعش السكوت عليه. اشوف ارائكم وتقديركم لان انا قلته عن الاخوه السودانيين، ويا ريت يا ريت اللي مش مشترك معانا يعمل سبسكرايب ولايك وشير، وزي ما قلت في اول الحلقه اللي مشترك معانا ربنا يصبره علينا ويكمل معانا للاخر. كان معاكم هاني، اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش هتطلع لكم دلوقتي حالا الفيديوهات اللي عملتها عن السودان والاخوه السودانيين، ويا ريت تشوفوها وتقولوا رايكم فيها. شكرا ليكم، في حفظ الله وامنه، السلام عليكم.